انا شايف الجمهور كلهم ناس بترحب بيا بصراحه، ناس محترمه، ناس متحضرين. نعدي ان شاء الله عشان نتقابل مع الوداد في النهائي ونربح ان شاء الله. شكرا. اللاعب اللي انتم متخوفين منهم بالنسبه للرجاء؟ والله هو كان اللاعب اللي هو النهري، احنا انا سمعت ان هو في مشكله مع المدرب منزل الكبير، واعتقد ان سمعنا ان في مشاكل في نادي الرجاء، وهذا ممكن تصب في صالح النادي الاهلي باذن الله. يعني في حظوظ بالنسبه لكم النهارده؟ اكيد طبعا، لان ما كناش جينا. بس المشجعين الرجاويين يعني عندهم حظوظ كبيره، يقولوا على انهم اليوم غيكونوا. اسمعني، هو كل مشجع بيشجع الفريق بتاعه، وانتم من حقكم ان انتم تمسكوا بالفرصه، واحنا كمان من حقنا ان احنا نتمسك بالفرصه. واعتقد ان النتيجه اللي احنا عملناها في مصر ما هيش سهلة على الرجاء، واعتقد ان شاء الله احنا لو حافظنا في الشوط الاول ان احنا ما يخشش فينا اهداف نقدر نعدي الماتش باذن الله. التنظيم كيف شفت التنظيم؟ ما شاء الله التنظيم جيد جدا، وانا لقيت حتى ترحاب من الاخوة المغاربة، وانا مش اول مرة نيجي المغرب هنا، يعني انا جيت في مراكش واجدير بس اول مرة في كذا، وعرفت قوة الرجاء والوداد الموجودين هنا في كذا. كل الناس يعني لهجتك مش من القاهرة؟ لا لا لا، انا من بلد اسمها المحلة، في من المحلة الكبرى بالضبط. أيوة. كده اهلا وسهلا بك. اهلا بك حبيبي. احنا انا عايش في المغرب. عايش في المغرب، موجود في المغرب. شوف يعني المباراه نتاع اليوم، والله هي المباراه صعبه على الفريقين، يعني صعبه على الفريقين بصراحه بحق الله. أيوة. لان وقع على ملعبه صعب. مين اللي عنده حظوظ كثيره؟ هو طبعا الاهلي بالنتيجه الاولانيه 2-0. ما انت اهلاوي لازم تقول كلام. لا مش لازم اقول والله، بس هي النتيجه برضه المباراه اليوم صعبه بجد. المباراه صعبه والله. الرجاويين كيقول على انها سهله بالنسبه لهم. لا لا، صعبه صعبه على الفريقين والله، على الفريقين ما تتوقعهاش نتيجه صعبه والله. والاحسن هو اللي، واحنا نتمنى الاهلي ان شاء الله. يعني اللاعبين الرجاويين اللي انتم متخوفين منهم؟ والله انا دلوقتي مش مركز في اي اسامي، قسما بالله مركز مع الاهلي. الله يبارك فيك. كيف غتشوف المباراه نتاع اليوم؟ هشوف المباراه باذن الله الاهلي هيحصل تعادل، وبالطبع طبعا كده الاهلي هي لا، ما انت جبت منين الفوز؟ انا مش عايز اقول فوز، انا معقول تجيش الفوز. لا، هو طبعا موقف الرجاء صعب. نعم. عشان الاهلي حسمها هناك. فالاهلي هيضغط الشوط الاول انه يجيب جون يصعب الامور، هيبقى عايز الرجاء يجيب 4 جوان عشان يفوز، ودي طبعا هتبقى مستحيله. ايه اللاعبين الرجاويين اللي انتم متخوفين منهم بشده؟ لا انا مش متذكر، بس لا لا مش متذكر بصراحه لعيبه، لكن فريق الرجاء في تطور، يعني في تطور مستمر. الرجاء العالمي كيقولوا. لا فريق الرجاء فريق محترم، ونتمنى مشاهده مباراه ممتعه يعني ترضي جمهور الفريقين. اي المعنويات تاع الاهلاويين؟ لا، مرتفع جدا داخل مصر. لان مستوى الاهلي ابتدى كمان يرتفع، كان في نتائج سيئه ومستوى ضعيف قبل كده، دلوقتي المستوى ابتدى يرتفع والنتيجه مطمئنه في القاهره 2-0. فالاهلي هيضغط ان من اول المباراه يجيب جون ثاني يصعب الامور على فريق الرجاء. نعم. كيف كتشوف الجماهير ديال فريق الرجاء؟ جماهير فريق الرجاء؟ لا، جماهير انا شايف الجمهور كلهم ناس بترحب بيا بصراحه، ناس محترمه، ناس متحضرين، متحضرين، والامن كمان اكتر. ايوه، بيبقى عايز يساعدني ويجي معايا يدخلني. والشعب المغربي شعب جميل وشعب شقيق. احنا غادي ننظموا كاس العالم 2030. طبعا ربنا، وكاس الامم كمان انتوا متقدمين لكاس الامم اللي جايه، وباذن الله المغرب تفوز بيها، رغم ان الجزائر ومصر برضو متقدمين، بس نتمنى المغرب تفوز بيها. تحياتي لك حبيبي. الف شكر.